يسأل ويقول: وقعت على أهلي في رمضان وصمت شهرين متتابعين، هل يكفي صيام الشهرين عن الأيام التي أفطرت بها أم أنه لا بد من صيام شهرين عن كل يوم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان جامع في أيام متعددة فإن عليه عن كل يوم صيام شهرين، عن كل يوم جامع فيه صيام شهرين متتابعين، وعن كل يوم عبادة مستقلة، إذا جامع فيها فعل محرما وبطل صيامه، يجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، يجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الجماع في رمضان وهي تتعدد بتعدد الجماع في الأيام.